صباح الخير عليكم الغاشي تاع اليوتيوب. ابا كاين بزاف اللي كتبوا لي قال لك عندك مبروك، راك فاهم زعما هي جايه من باب جبيد البلا، راك فاهم العقليه. صباح الله قال صباح علي، نروح نقول لها عيدك مبروك ونشوف كي معاك اش غادي يقول لي. ها عيدك مبروك سيدي، هذا مكان عيدك مبروك، هذا مكان تعيدوا كل عام، تعيدوا بالصحه والهنا وكل شيء. شباب نقول لكم كاين واحد الصوالح عندك في المجتمع تاعنا، لو كان دير لهم هما ماشي مقبولين، هي حاجه ما تندارش هي في الحق، بصح لو كان دخلها في اطار تاع الدين تولي كاع الناس تبلها نورمال. على بالك الجزائري ولا عنده ماشي عنده عقل واحد، عنده 100 عقل، بصح على الاقل عندها عقل يعيش به نورمالمون، وعندها عقل واحد اخر تاع يخمم به من يخمم في الدين، وهذاك العقل الاخر كاع لا لوجيك وكاع الصوالح الحاجه المليحه والحاجه الدنيه وكل شيء كاع ما كاينينش، راك فاهم. وكان لي ذاك العقل الديني داير له كل شيء، راك ما عندوش كاع العقل الاخر. اش باغي نقول لك؟ تخيل خويا، شوف نحكي لك والله، شوف غير بكل بساطه. تخيل صباح الله تهود هكا في البلوك ولا هكا تهودك ميغارو يا سيدي، تتلاقى مع جارك غير هكا صباح كي راه مشوابين من هكا، هيا يقول لك على بالك في الليل كنت راقد وجاني منام، نمت باللي ربي باش يمتحني باش يدير زعما امتحان باش يعرف لي عندي ايمان ولا لا، هيا قال لي ذبح الدراري، قال لي جبد خدمي وذبح الدراري، فاهم. هذا كان واحد يحكيها لك بصح ينقال، وكان واحد يحكيها لك شا تقول، فاهم. هذا تعلم عليه، هذا انسان مهبول، هذا انسان كيما نقولوا حنايا زعماك بعيد عليك سكيزوفرين، هذا على بالك سكيزوفريني، هذا سكيزوفرين باش يكون كيماك قاعد ضرب واحد تجي في راسه يقتل واحد، ولا على بالك سكيزوفرين باش نقول لك هما هادو مين يوصلوا للدار الشرع، مين يقتلوا واحد يروحوا لدار الشرع، عبالك بلي هادو سكيزوفرين بزاف ما يديرش نهار تاع حبس على خاطر قتيله، ما يديرش نهار تاع حبس، يدوهم ديريكتوم يبلعوا عليهم في السبيطار مهابيل، راك فاهم. هذه في أرض الواقع كيما كانت نتحنت مشاو حنايا، هاي يجيبوا لنا قصه قال لك واه واحد عشان يشعل وكان سموه ابراهيم الخليل لما نعرض، وهي قصه كاع هي قصه بين خرافيه، هي قصه على بالك اي ديتاي مام قال لك عاش 900 عام، وين انسان يعيش 900 عام؟ انا كنت ديكم نحكي لكم قصه واحد عاش 900 عام في الاولى تعرفوا بلي غادي قصه خرافيه نحكي لكم فيها، صح. الخرافات على بالكم من بكري الشعوب كانت تداون في الخرافات، جيل يحكيها الجيل وعلى بالك كيما قال لك اللي داروه سيادنا داروه، واللي زادوا لهم دتحا زادوه، وكل واحد كل ما يحكي القصه في الاسواق ويحكي القصه في الحلقات ويحكي القصه في القهاوي وكل شيء يزيد عليها، وهي راه حاكمه هكا على بالك. هيا قال لك هذا بغى يذبح ولده، ما هو الحكم؟ نقول لك ما هو الحكم في راسك يعني تاع انسان جاه في راسه توهم، ولا يقول لك هو بالتعبير تاعه يقول لك جاني حلم جي غيفي كما يقول لك في راسي باش نذبح ولدي باش نبرهن ربي ربي قاعد يذبح ولدك، ما هو الحكم تاعه في راسك؟ تسقسي اي انسان عاقل، انا 7 ملاير تاع بني ادم في هذه الارض، تسقسي 7 ملاير تاع بني ادم، تسقسي امام الحمار يهز ودنه ويقول لك هذا انسان سكيزوفرين، هذا انسان مهبول، الا قالوا له الدراري راح شوف صدق عليك السيرفيس سوسيال ولا يقلع له الدراري يديهم له وراح يعالجوه ولا يبلعوا ليه ولا حاجه، هذا دونجي على المجتمع، هذا دونجي، هذا وعن النهار يجيب الخدمه تحسي كاع شويه يقتل، راك فاهم. هذا الحق، على بالكم اللي عندي الحق، يعني هضره هكا مانيش نزيد ولا نقص ولا، هذه هي الهضره تاع الصح، هذه هضره تاع انسان اللي متعلق في الواقع اللي كرهته شو الارض. ها حنايا قال لك واه حاجه مليحه دارها نوريكو في غني عليه ومنا، والناس راها دير تروح دير الدين باش شريك باش تذبحها باش تحتفل بهذا السيد هذا، هو مشي ريان تالفة هذه، لا عندك حشومة هذه تبهديلة هذه. نقول لكم حاجة وزيد عليها حاجة واعرة، زعما حنا ديجا ما عندناش كاع ما نديروش زعما التقاليد الشابين ولا، وكي تكون تقاليد فيهم شوية خير على بالك، فيهم غير شوية زعما فولكلور ولا فيهم كيما هكا الإنسان يصور معاهم يدير سيلفي ولا، ينوضوا لك هذا مين جا؟ هذا الشرك، هذا الاخر، هذا ما عادش كون جابها، هذه تاع استعمار، هذه تاع الاخر، هذه تاع شيعه، هذه تاع منارت، راك فاهم. بصح من نجيب لكم قصه تاع
قصه هبال مبين. هذا شو ما كاش هبال اكثر منه، ما كاش هبال اكثر من انسان ينوض الصباح ويقول لك حلمت بلي ربي قال لي قتل العائله تاعي. هذا هبال، هذا ماشي، هذا ماشي برهان تاع ايمان، لا برهان، هذا برهان الى برهان على اي حاجه يبرهن بلي سيده هبال دفاعك واخطه، راك فاهم؟ هذا ماشي، هذا انسان ماشي اهل اللي نحتفلوا به ونديروا الدين وكل شيء. هذه دريه تالفه هذه. حنا 2017 حنا ونسيتكم حاجه اخاوتي، المجتمع تاعنا مجتمع مقود. الناس عندنا تخلف حضاري، هذه كاينه ولا ما كاش؟ عندنا تخلف حضاري على بالكم بها، رانا متخلفين في 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 كل في كل حاجه. الناس عندنا العنف، عندنا الارهاب، عندنا الاخر. علاش كي تجي تشوف الناس اللي نبغوا نروحوا نعيشوا عندهم، تشوف لا سويس ولا تشوف فرنسا ولا تشوف الانجليز ولا امريكان ولا كاع كاع البلدان اللي اي جزائري في الطريق يحلم يكون يعيش فيهم. هذه البلدان ما يحكوش لاولادهم ملي يكونوا صغار، الدراري تاعهم ما يكبروش بكل 11 شهر يحكوا لهم على قصه تاع واحد، قصة تاع واحد كان باغي يذبح ولاده. ما يحكمش على الذباحين تاع الدراري يا جماعه، ما يخرجوش شوكي مريصانهم، ما يخرجوش كاع ملوين. تخيل انت كي انسان بسيكولوجيكمون، تخيل كي انسان نجم يتطور بسيكولوجيكمون بصفه نورمال، ولدي يدو الدين ويجيبوك باش يقولوا له نحتفلوا بواحد باغي يذبح ولاده. راكم زعما هذه تبهديله هذه راكم دايرينها، والله عوان هذه ماشي فوالا. هذا هو هذا هو العيد. زعما حنايا ما نجموش نجبدوا اي عاده ولا تكون شابه ولا تكون مليحه ولا تكون فيها 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 قصه بوزيتيف، قصه تديك الامام، قصه تحلك تحلك العاطفه تاعك، القصه تخليك تتقرب للناس، تخليك تتقرب للشعوب الاخرى، تخليك تكون تشوف الحياه بصفه ايجابيه، تكون راك فاهم، وتخلي ولادك يتطوروا هما فرحانين هما منا هما. صح انا يحكوا لهم البير نوال وكل شيء، بصح ما يقولوش البير نوال كان يذبح الدراري وراه جاي، راك فاهم؟ هي صح البير نوال، البير نوال يحكوا الدراري ملي يكونوا صغار، وحتى البعض قال لك ماشي مليحه على خاطرش ما تخليهمش يامنوا بصوالح كيما هكا، على خاطرش بزاف من يولي يامن بالبير نوال كيما الدراري كيما شريت ملي يكونوا صغار يقراوا البرانس شارمون. شارمون هذاك تماك البرانس يجي ويديها في العود ومنا ويروحوا للشاطو تاعه وكل شيء. قالك القصص ما عندهمش تاثير ايجابي على التطور تاع الطفل. علاش؟ لخاطرش تنجم مثلا الطفل يكبر ويامن باللي الحياه مثلا تاع البير نوال، يامن باللي الحياه تكون قاعد كيما هكا، تجيك واحد هكا ويعطيك صوالح في حياتك، يبني لك حياتك ولا يعطيك كادو، ولا هي ما كايناش في الحقيقه. الحياه اللي تبني على بالك، اللي تولي تبغي حاجه اللي تبنيها، راك فاهم؟ اللي انت ديرها وكما تغرسهاش والله ما يجيك والو. ما تنجمش توقف عند ارض وتبقى تبكي يا ارض خاصني ناكل يا ارض راني جيعان، ما تمشاش كيما هكا القصه. القصه تمشى اللي انت تغرس واللي انت تعس الارض باش ما ياكلوهالكش الزواوش، واللي تقلع الحشيش هذاك هذاك الحشيش اللي يجي يبغي يخسر لك الاخر تاعك، باش تتمنى في كاش نهار يكون عندك حاجه تنوض لك في الارض تنجم تقلعها نتايا. ما كانش البير نوال كيما ما كانش البرانس شارمون هذاك اللي يجي يدي تي مرا مسكينه ملي صغر هي تقرا على دوك الكتوبه وقال برانس شارمون ويجي يديها منها وهي تكبر ويتخمم في كاش راجل يجي وما عادش يديها ديال الوسخالي ما تمديها. هذاك النهار طيح فيه واحد يشبعها الصوت وكل شيء كيما هكا وعينيها زرقين ويدرك فين بالماكياج، راك فاهم؟ هذه هي المشكله. سما تخيل التطور العاطفي ولا التطور تاع الطفل من صغره، من تعلم الاخر يشوف والديه يحتفلوا بدباح قتل الدراري يا رب. واو قال لك ولده ابراهيم جا وراح قال لولده قال جاني باش نذبحك، وولده جا معاه. زعما ولده مقود اكثر منه، راك فاهم؟ زعما هو ديجا هو بسيكوباط. عباك كاين بزاف هادي عباك كيعيطوا لها سكيزوفريني ايريديتير كيما نقولوا حنا، ايريديتير زعما توت من الانسان لوخد اخر لولاده. لا هو السيد كان ديجا دافعك واخا، راك فاهم؟ بلي ولاده ثاني ماشي نورمال فريزانا، راك فاهم؟ يا ودي هادو عاشوا دو موقع، ما بقاش تقول لي لا كي تهضر فيك واش انت، هذا راح لك من الدلال، هذا تعرف، هذا خوك، هذا عمك، هذا لافامي تاعك، عرفني. هذا انسان عاش والله ما على بالنا حتى وين عاش، ما كاش واحد يقضب لك بالتاول باي يقول لك وين عاش، ما على بالناش حتى لا عاش ولا لا، راك فاهم؟ الخرافات الوهميه اللي جايين من اقدم العصور، مش غير واحده ولا زوج، كاين الافات. نجيب لك كتوبه راهم 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 دي ليبريري فيهم عشرات الامتار تاع كتوبه تاع القصص الخرافات اللي حكاوها كاع الاجناس كنت تحكيها، اللي حكاوها الهنوده، اللي حكاوها الشنوا، اللي حكاوها في افريقيا، اللي حكاوها لصحاب المكسيك، اللي حكاوها وما تروح كاين قصص كيما هكا، راك فاهم؟ ما غاديش انت على قصه صابوها مكتوبه في 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 حاشاك، صابوها مكتوبه في في عظم تاع كلب، ولا صابوها مكتوبه في هيدوره، ولا صابوها مكتوبه في حجره، ولا كيما هكا تجي انت تديك العزه والاثم وتقول واه كيفاش، ما عقلك راح تالف خويا، راك فاهم؟ ما تبقاش تطلع فيها كيما هكا وصاي
وطلع في رواحكم ونجي نهار واحد اخر وحبسونا من الكباش. والله والله غير حبسونا من الكباش على بالي بلي تبغوا الغنمي وكل شيء زعما جيت نتالبكم فيه. بصح والله لا صاي بزاف بزاف ديرونا جبدونا تقاليد شابه جبدونا حاجه حاجه توريست يجوا من العالم يتفرجوا هذاك هنايا. راه شوف مثلا مثلا نعطيك اكزومبل كاع البلدان راه فيهم مواسم راه فيهم عادات تقاليد. الناس اللي فايدوا الطياره 10 سوايع دو فول يجوا يخلصوا بالدوفيز باش يصوروا في ديك البلاصه كاينه ولا ما كاش. هذه في اي بلاد كاين صوالح اللي الناس يجوا من العالم باش يشوفوها راه فاهم. تعرفوا كاش واحد نتوما يدي طياره من الجابون ويجي حتى الجزائر باش يشوفهم يدبحوا في الكباش؟ ها والله هذه حقين قال راك فاهم. هذه الناس اللي عايشه في الجزائر نعرفهم كلمي يهربوا كان اللي يدير فيزا مسكين من جي ديك الضربه تاع الدمومات حتى الجنو يرفع الطياره ويهرب يتلع راك فاهم. بزاف خاوتي والله على بالكم راني نقول لكم راني نقول لكم برا على بالكم راني برا نشوف نقول لكم. الانسان علاش نقول هكا الانسان دي فوا اللي عايش داخل في القضيه ما يشوفش راك فاهم ماشي تغيب عليه ولا عطاش عايش داخل في وسطها. راني برا نقول لكم هذه هبال هذا من هبال يا دير دمومات واحد قلب شالي مشوط في الاخر في بوزلوف منا. اون بليس زيدكم حاجه عنديكم حاجه الدراري كانت تذبحوا كباش قدامهم ماشي مليح على بالك. قال لي واحد جاني من فرنسا خطره قال لي وا بصح حنا تانيك في فرنسا في الـ في الـ في الـ في لا كومبا في الباديه تاعهم في الفيرمال كلشي داني ندبحوا الحيوانات قدام الدراري وصاي وا بصح اسمح لي اللي كبر في فيرما تصيبها ان اونفون راه ديجا شارب عقله راه ديجا شاف بلي شاف الحياه كي تمشى راه شاف الكبش يزيد وراه شافه يموت وراه شافه ينتكل وراه شافه يتربى وراه شاف الفيتيرينير يجي يداويه وراه شاف راه فاهم شاف والديه واقفين معاه في الليل راه فاهم العقليه راه شايف كاع السيكل تاع الحياه. ما راهش الوغ الطفل اللي زايد في مدينه ما يشوف والو على بالك قاعد كيما هكا ما يشوفش لو سيكل تاع الحياه يشوف قبضوا كبش راهم يذبحوا فيه ودموا تسيلا فيضاض على بالك. وكومباراز احنا الدول اللي عندنا الناس تذبح اللي عندنا الناس ذبحت فيها وتصيب البلدان اللي ما فيهمش هاد العادات ما كانت حد يذبح فيها راه خمم نتايا لا ما كاش علاقه راك فاهم. هادي صوالح وصايح حكيت عليهم وصايح انا كل عام نحكي لكم عليها وما غاديش نطلق كل عام صافي 10 سنين ما يفوتش عام نجي نقول لكم عيدكم مبروك. تهلاو في روحكم.